والمتابعة لأهم الأخبار الاقتصادية. نتابعها مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. ريهام الديب وإلهام نمر، شكرا جزيلا. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الجولة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. أكدت وزارة التعاون الدولي أن العمل المناخي أضحى على رأس اهتمامات حكومات العالم والمجتمع الدولي نظراً لما يمثله من أهمية قصوى. وأوضحت الوزيرة أن العمل المناخي شهد دفعة قوية من الاهتمام بينما كان العالم يحاول التعافي من جائحة كورونا. خلال مشاركتها في جلسة نقاشية عبر الفيديو كونفرنس بفعاليات قمة تمويل المناخ بميونخ، أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن العمل على توفير التمويلات التنموية والدعم الفني من شركاء التنمية يتم بسيرة كبيرة. وحصلت الوزارة في هذا الإطار على مدار العامين الماضيين على نحو 2.4 مليار دولار لقطاع النقل المستدام. بحثت وزارة الزراعة مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة إكساد مشروعات التعاون المشترك في مجالات التنمية المستدامة واستنباط أصناف من المحاصيل بالأكثر تحملاً للظروف البيئية غير المواتية. خلال اجتماع لوزير الزراعة سيد القصير مع مسؤول المركز، أكد الوزير على أن تنظيم قمة المناخ في شرم الشيخ يؤكد تقدير العالم لدور مصر على الساحة الدولية، وأن وزارة الزراعة ستكون إحدى الجهات الرئيسية التي ستشارك في القمة لاستعراض التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر وإفريقيا بسبب التغيرات المناخية. إلى البورصة المصرية والتي أنهت مؤشراتها تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على تراجع جماعي، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع، وسجل رأس المال السوقي مستوى 608 مليارات ونصف المليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت 5.1 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9225 نقطة وأغلق عند مستوى 9080 نقاط متراجعا بنسبة 2.35%. فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1721 نقطة وأغلق عند مستوى 1699 نقطة متراجعا بنسبة 1.27%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2547 نقطة ليغلق عند مستوى 2507 نقاط. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي ما قيمته 18 جنيها و77 قرشا للشراء و18 جنيها و87 قرشا للبيع. اليورو سجل 19 جنيه و57 قرشا للشراء و19 جنيه و69 قرشا للبيع. أما الجنيه الاسترليني فقد وصلت قيمته إلى 22 جنيه و70 قرشا للشراء و22 جنيه و84 قرشا للبيع. بالنسبة للدرهم الإماراتي وصلت قيمته إلى 5 جنيهات و11 قرش و5 جنيهات و14 قرش للبيع. وأخيرا الريال السعودي والذي وصلت قيمته إلى 5 جنيهات وقرش واحد للشراء و5 جنيهات و3 قروش للبيع. أغلقت أسهم الأسواق الخليجية الرئيسية على تباين إذ واصل المؤشر السعودي خسائره وسط قلق من المستثمرين من أن يؤدي تصميم البنوك المركزية إلى احتواء التضخم إلى تباطؤ اقتصادي، ونزل المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية بنسبة 5%. كما هبط سوق أبو ظبي بالإمارات بنسبة 1.18%، وتراجع مؤشر السوق دبي بنسبة 67%. أما في الكويت فقد ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.4%. انتهت هذه الوقفة الاقتصادية مشاهدين الكرام، لكن التاسعة مستمرة وأعود فيها من جديد إلى ريهام الديب وإلهام نمر. شكرا مصطفى.